انت اخويا انت شو احنا كيعايشين عايشين بحال الكلاب ها ما كاينش كاع الحق انت رزقنا مشى كلشي مشى لي وانا تنعيش في الطاليان رزقي تنشوف فينا بطيطين نعس فيه في الكرطه ونعس فيه في الخلا انت جا تشوف يلا شو كيطرعونا هاد الناس طيحوا لنا الكوارع كنت احسن واحد براس المالي برزقي لما بقيت تنبيع ما بقيت تنشري بقات لي هادشي بحال العقده يلا بقات لي بحال العقده انت جا تشوف يلا هاد الشوا ما جا تشوفش يلا تيقول لك حنا الاسلام هذا هو الاسلام سيدنا قال للمراوه الله ينصر سيدنا ما تيقولهمش سيروا تظلموا على الدراويش انت يلا انت جا تشوف يلا شتي الدنيا كي دايره يلا الشا تدخل عليك كلشي راهو السكيري يتجمعوا عليك هنا الشماكريه جا يلا شو الحاله كي دايره شوف جاونا بلا ايدن بلا ورقه الايدن وجاونا مع 6 الصباح هما تيريبوا مع 6 الصباح جاو تيهدموا يلا جابوا التراكسات جابوا الكاميونات الباهم تيقتلوا فيهم وتيهزهم في التراكس وتيرميو يلا انا كنت في الطالين معي عيطات لي الوالده من الطالين جي راكب من الطالين جي تنشوف هذا المشكل يلا هذا الروين يلا انا براسي باقي تنضرب تامر ها واخا جاي من الطالين ما غاديش نجي نتفرع انا ولا نتفرع على ولاد الحومه ها بغاو يخرجونا كيت حنا تنخلصوا الكره ديالنا راه تنخلصوا شي مليون و40 الف في العام اللي تيداموا اللي كان كاري هاد الثانيه اللي تيديها ما داروا لنا لا ورقه الافراغ لا حتى جاونا على غفله تنشوف انا البهم اللي ماتوا اللي شرا هاد الارض اللي شرا هاد الارض هو اللي جا كرفسنا اخويا الثانيه راه عامره واش حنا مشات لنا رزقنا ومشى لنا بهيمنا ومشى لنا هادشي ديال الحفلات وواحد مشى ليه ديال الدجاج حنايا شنو تنطلبوا تنطلبوا عي يعلمونا ويعطيونا واحد المهنه يقول لنا هزوا بهايمكم ويعطيونا الافراغ وهذاك الشيء وخرجونا حبيا علاش يخرجونا سلعتنا مشات هادشي ديال الحفلات مشاو كلينا العصا خلونا من نهارنا ولينا تنسعاو الوالده 60 يوم هي ناعسه في السبيطارات وانا تنجري بها داروا فيها الطانسيو داروا فيها القلب داروا في عوره من عينها وعمرها ما عمرها حياتها دارت المضاد حتى ولات دارتهم من هذاك الوقيته قا التاريخ حتى لدابا وهي المضاد دارتهم على ود الشوف حيت علاش بالاعصاب شبغاو عند هاد الناس حيت لقاونا دراوش ها لقاونا دراوش يتكرفسوا علينا ويتعداو علينا جا الشتا مكرفسين جا الصيف مع الشمس مكرفسين هاد الناس شبغاو عندنا كون يعلمونا ويخليو لنا كوارينا ديالنا ويعلمونا ويجيبوا لنا الوقت الافراغ حتى قالت لنا المحكمه خرجوا كيف نخرجوا راضين بحكم الله ولكن يجي واحد فوق منك ويلعب عليك ويبقى يشف عليك ما جاتش هادي كان هنا الكوارة كانوا ديال الغنم كانوا ثلاثه الكوارة كبار كانوا مجبدين ديال الغنم واحد دير الحولك وانا تانا داير الحولك والاخر داير الدجاج والكوري كان في هذاك الشيء الحفلات كلشي ملي جات كلشي تهدم ما شاورونا ما علمونا يلا جات مسكينه واحد القايده اللي جات حامله اللي خرجت تولد هذيك ما عقراتناش قالت لي قالت له كاري لكم بغى يصيدنا هنا في الحبس سباته هذه قايده واحد البيضاويه وجابوا واحد القايد اخر هو اللي تكرفس عنا كدار الغلم عندي 140 خروف وعندي شي 10 البقرات باش كنعيش وليداتي خدام انا وليداتي عندي 10 ديال الاولاد عندي 10 ديال الاولاد وهذاك الشيء باش معيشهم حتى جاو هاد الناس جاونا مع 6 ونص ولا 7 الصباح جابوا الرموكات وجابوا التراكسات لا افراغ لا ورقه من المحكمه لا مولاي بويه ريبوا لينا خلونا مشردين جات الشتا فينا جا الشمس فينا جا التمر الكحلة فينا العذاب لا من اللي ريبوا لينا قال لنا راه غادي قالنا غادي نعوضوا لكم ديالكم ما تخافوش شويه قالنا هذاك راه باغي دار هنا سبيطار وجامع قال لنا هذيك راه غدار فيها سبيطار ديال مولاي عبد الله وجامع قال لك غادي يديروا هنايا يلا سيدي دابا حنا من اللي بقينا باركين هنايا جات الشتا هي هذيك جا البرد حتى جا واحد قال لنا نوضوا ما تيناش لنا لا سبيطار ما جاو عندنا ما بقاو يسولوا فينا ما والو غير حنا مريحين هنايا ما خلونا نديروا فين نكون على البرد وعلى الصاد لا والو احنا تنطلبوا رزقنا هنايا ما عرفنا احنا باقيين هنايا وما كيجيو يهدونا دابا حتى جاي تقول لنا ودي خوليا بلادي راكم مهاجمين لي على بلادي هاد البلاد ما عرفناها ديال من واش ديال المخزن واش حنا جينا ترمينا فيها حنا رحنا كنا كارهين وتنخلصوا القوانين ديالنا وكل شيء حاطين رزقنا مشى لينا وحنا عند الله وجلاله الملك احنا باقي معاهم المحكمه باقي تندوزوا معاهم المحكمه حنا تندوزوا معاهم المحكمه حنا تنجيو ما تيجيوش الله ينصر سيدنا هادشي حنا بغينا يعرفوا سيدنا يعرف هاد المشاكل سيدنا شنو كاينه في البلاد شنو واقع يلا ولينا مشردين مع وليداتنا تا ليكوش والحليب ما لقيت باش نشريه يلا
لما مشيت للسوق، لما مشيت للسوق شنقت هذيك النعجه ولا شنقت هذيك العجله وبعتها باش نجيب المادام ولا الموني الدار ما ياكلوا مع الدم ما ياكلوا. يلاه لما كانت شمو هذاك الكرسي شن ناكلوا. يلاه كنت احسن بيا وشري، انا وليت راس المال يمشى، كاع رزقي مشى ليا. الدجاج اللي كان في وسط الكوارة تا هو شوف فين ولي عايش. ها انت، ها انت، الدنيا كامله تخربت الشيء. ها انت لا جات الشارة تنوقف الطونوبيل فين تنبات فيها، هايا لا دخلت الشا تنتلع في الطونوبيل نبات فيها، هايا شا الدنيا راس المال كاع مشى. حنا تنطلبوا من جلالة الملك سيدنا الله يكثر خيره والله يخلي لصحيحته يحل لنا هذا المشكل ونشوفوا هذا المشكل مع هاد الناس، حيت هاد الناس ما نقدوش عليهم. حيت علاش؟ حيت الدراويش ما نقدوش على هاد الكلاب اللي قلنا حنا. حيت علاش ضاربيننا بشكرتهم وشكرتهم عاليه علينا، وحنا خويا عاد دراويش، حنا غير مواطنين ودراويش الشعب على قد الحال، تناكلوا غير خبز وتمشوا حيط حيط. هادشي اللي تنطلبوا، تنطلبوا حنا غير حقنا.